من تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية ل 2011. نحن في يوم ربيعي كما يقولون في معنا في تلمسان، يوم خارج من الجنة. تلمسان في نهاية القرن 13 وبداية القرن 14 كان تعداد سكانها 200,000 ساكن، أكثر من تعداد باريس. مر من هنا طارق بن زياد. الأصل في الفتح أن تحمل موروثا إنسانيا وتجعله ينير في عتمة طال أمدها. ليس غريب على تلمسان نبضها الروحي وتعلقها بالإيمان ورسوخها رسوخ الإسلام. فإن زاد أهلها أن سيدنا الخضر وسيدنا موسى كانت رحلتهما هنا في تلمسان، وإن نفى عبد الرحمن بن خلدون هذا، فالشاهد أن عمق الارتباط بالدين جذوره تمتد إلى أمم خلت، وصوت الحق فيها آذان بالتقى والطهارة والبهاء. عندما ينبلج التاريخ يكشف عن عورات مقترف الذنب في حق الإنسانية كلها، ومحاكمته لهم أعدل من أرقى المحاكم. وجواب التلمساني للذين مروا من ها هنا أن العلم والجمال فينا أصل وفيكم ادعاء، ومتحفنا أردنا له أن يكون شاهدا على أننا نجل العلم والعلماء. هي المآذل التي عرف أهل تلمسان علو شأنها وعمق دليلها في إراحة الإنسانية من الظلم والبطش والتباهي بالأنساب والغناء، وأصدرت فقه التآخي والحب بين بني البشر والكل على حد سواء. والمسجد في تلمسان عتيقه وحديثه، تاج يضعه كل تلمساني على رأسه ويباهي به كل دخيل أو غازي أو مدعي المدنية. إنما هي البشرية في أعلى صورها. بأي لغات العالم نحدث الناس بأن تلمسان هي المدنية عينها؟ وبأي وصف يرتقي الكلام إلى تحفة العمارة وشموخ البناء؟ المشور نبض من عبق تاريخ تلمسان الحافل بالمجد والرخاء، وترميمه حديثا صحح المعنى لكل مرتاب على أن حسن الصنيع ذهب مع أهله وقال لهؤلاء: نحن الأحفاد، نحن هنا. المنارة حوارها مع السماء، صوت يرفع 5 أوقات دون عناء، منذ أن عانقت تلمساني الفاتحة الحاملة لرسالة الحب والإخاء. فتفنن التلمساني في بناء منارته وأغدق عليها من الحسن والجمال بما يليق بمضمون المنهج وعلو شأنه. تجيد تلمسان فن العمارة، وما يزيدها رقي وتحضر أن تزين رفوفها بكنوزها وتظهر زينتها لكل شغوف يراوده عبق الزمان ويأسره المكان. المتحف بتلمسان صنعة وعدوان. أمة تدون للإنسانية لا يكتب لها سوى البقاء،
أمة تستشف منهجها من القلم وما يسطرون، بقاؤها حتمية رغم الأعاصير والأهواء، لتلمسان لسان صدق تحدث به الدنيا. عندما تخاطب الآخر أن في حضارتنا مصطلح التحدي وثيق في وجداننا، وأن نبض الحياة دم يسري في عروقنا، فإن المراهنين على اضمحلالنا وأننا نعيش على ذكرانا، فجوابنا كالآتي: ومن نفس تربتنا الزكية نبني عصر الجزائر المسلمة الحديث، ونسهم في ميراث الإنسانية كما فعل بناة المشور والمنصورة ودار الحديد. نرمم ما جاء عليه الهمج، ونبني بفكر الذي يستند على منارات الحق وزرع المحبة والتسامح، فتزدان جدراننا بالدين أصل الإنسان. تحدثنا الكتب على القصور في مشارق الأرض ومغاربها، ويتبارى الشعراء في وصف الأماكن والدور، وقصر الثقافة بتلمسان يزيد على الدنيا بعبق تاريخه وأصالة بنائه وجوهره الفريد من جانب الهندسة والعمارة والزخرف والحداثة. جمع بين المادة والروح، وأحدث التميز بدقائق الأشكال والألوان، فلا يزيد حديث عنه شيء، بل صمتنا والفرجة عليه أصدق وأروع. وما معنى مقام سيدي أبي مدين لا نعده ضريح يأوي إليه السائح لأخذ الصور، أو الذي كدرت الأحداث مزاجه، فمقام سيدي أبي مدين متجاوز لكل هذا، نرتبه بمقام صاحبه وجلال قدره. ترانا نبهر لسكينته، ونثني على من قام عليه واعتنى بجوهره وظاهره. لتلمسان صدارة معرفة قدر الرجال وإنزال الناس منازلهم، فبنوا لذكر هذا العالم الفد مدرسة لقبت باسمه، وحملت فكره واتبعت منهجه، فصانت للإنسانية تراثه، وأضافت لتلمسان ذكرى وتاريخ وترجمة فجعلتها في المقدمة. حفظت تلمسان البشرية لآلئ المدنية والحضارة، وترجمت الإسلام حياة أبدية، تعين الإنسان على فهم ذاته وإعمار محيطه والتأثير فيما حوله، فأوجدت أساليب وابتكرت مناهج
وفتحت العقول على أخذ الدنيا غلابة، فدونت ذلك وحفرت معاني الحياة في قلوب الرجال، وأوردت صبابة الحياة مع الطمع في الآخرة، فأنجبت الوسطية في أبهى معانيها. أعطني مسرحا أعطيك شعبا عظيما، قد يصلح هذا الكلام على شعوب لم تعرف العظمة إلا اصطلاحا، لكن تلمسان والجزائر لها شعب أراد عظمته فكان له ذلك، فعظمته سبقت مسرحه، ومسرحه في الهواء الطلق يؤكد عظمته. ألا يوحي هذا البناء بضآلة من أراد طمس الهوية وإنكار شعب على أرض رويت بدماء الشهداء؟ دار الحديث دباجة لكتاب حمل تفاسير معالم الذود على الذات والصراع على البقاء. أقسم أهل تلمسان على أن بهاء قصر الحمراء لا يعودن إلى أهله، وأن غربته مسألة وقت، أما الرجال والمال وصدق النية فقد حوتهم تلمسان، وها هو البنيان يشق عنان السماء ويضرب بجذوره في الأرض معلنا عودة الحضارة لأصحابها، والشيء بالشيء يذكر.